الأسعار. في منطقة السوق العربي بوسط الخرطوم حلت وكالات السفر التي تساعد الشباب السوداني في البحث عن مستقبل اقتصادي أكثر إشراقا في مصر محل المتاجر الأخرى. ولا توفر مصر التي تستضيف بالفعل جالية سودانية تقدر بنحو 4 ملايين نسمة وظائف مربحة تذكر، لكنها تعد وجهة أسهل ومألوفة في الكثير من الأحيان. مصر دي مع استغراب، مصر دي بتكون معبر، هتمشي مصر محطة، هتكون تحتوها فيها شهرين دراجي سورة، من طريق كمالي في 2000 وصلت لك الحدود الليبية، تمشي هناك في حتة في اسكندرية اسمها مرسى مطروح، هناك دي باعتبار المدخل بتاع ليبيا، هتخش ليبيا هتخش كفرة هتقعد لها برضه زي 6 لكنها هتكون فترة طويلة 6 شهور 7 شهور. بينما يسافر البعض في رحلات عبر البحر المتوسط محفوفة بالمخاطر لأوروبا، تتمتع مصر بمزايا ملحوظة، فيمكن للشباب السوداني السفر إلى الشمال بتكلفة أقل والبحث عن عمل. البلد فيها مشاكل لا تحصى ولا تعد، التقويم الزمني للجامعات فيه مشاكل كبيرة شديد، يعني حتى لو مرحلة الدراسة لو 5 سنين أو 4 سنين بتاخد معك من 6 إلى 7 سنين بعدك حسب الحاجة اللي انت بتدرس فيها، فدي حاجة من دي واحدة من المشاكل اللي بتواجهها البلد. أمنية ذاتها فيها مشاكل، يعني الجامعات ما حتقدر تستمر في الوضع الراهن ده نسبة لأنه في مظاهرات وفي تكفيل للطرق وفي كده، ودي واحدة من دي السبب الرئيسي إنه الناس أغلبيتها بتطلع تمشي تدرس برا. لا توجد بيانات متاحة تظهر توجهات السفر في الآونة الأخيرة من السودان إلى مصر، لكن عدد الحافلات تضاعف حسب أحد السائقين. والله في الحقيقة عدد الباصات متفاوتة، يعني ما بين 15 ل 20 وفي الموسم مثلا رمضان بتزيد ومرات بتنقص من 15 ذاتها بتنقص دي 12 بتزيد لحد 25 في المواسم. فالشغلة اللي مبرد في البداية ما كان في باصات أصلاً، كان 5 6 باصات. كثيراً ما ينتهي الحال بالشباب السوداني إلى العمل في وظائف متدنية، لكن لديهم مجتمعاً يمكن الاعتماد عليها ويمكن أن يكسبوا أكثر مما يكسبونه في بلدهم. هو السبب أنه خلاني أنا فكر أنا عادي مصر، أنه هو مظاهرات عملوها سبب الحاجات اللي ارتفع، حياتي اللي ارتفع كلها شيء غالي، فانت عاوز تاخد ايش؟ يعني انت مش بتمشي على طول بتقول انا عاوز ايش، انت لازم تقف 3 ساعات 4 ساعات لحد انك تاخد ايش، فهو صعب جدا. يعني انت بتكون تقوم من الصف بتكون واقف في الصف لحد انك تاخد ايش ب50 جنيه، فهو بيكون صعب جدا. في ستات مش قادرين يتحملوا من الضغط ومن اللي حد عنده سكر ومن عنده تعب، فالزول بيتعب على طول. يعكس النزوح حالة اليأس المتزايدة إزاء الآفاق في الداخل، حيث يعاني الاقتصاد السوداني من سقوط حر ويشع انقطاع الكهرباء والمياه، وتقول الأمم المتحدة أن النقص الغذائي يؤثر على ثلث السكان. كما انخفضت قيمة الجنيه السوداني بنسبة 950% خلال السنوات الأربع الماضية، بينما أصبح الوقود الذي كان مدعماً بشكل كبير في السابق أغلى منه في العديد من البلدان الغنية، وقد يدفع ذلك المزيد من الناس للمغادرة حسب مراقبينا.